نعتبر أنه مسألة تأكيد على أن يكون هناك إشراك للجميع، منه مجتمع مدني، نقابات، أحزاب، يعني الإنصات للجميع. بعد انتهاء هذه اللجنة كان هناك الآن يعني في يد المجلس الأعلى العلمي الوحيد الذي له الحق في الحسم فيما كما جاء في الخطاب الملكي أن لا نحل ما حرمه الله ولا نحرم ما حله الله، ولكن في إطار اعتراف الأساسي بأن هناك مقتضيات في مدونة الأسرة تجوزت بعد 20 سنة، وفي إطار أنه هناك يعني تقدم لقضايا النساء والقضايا والحقوق عامة، وأيضا نظرا للتطور الذي عرفه المجتمع لابد أن يكون هناك اجتهاد، طبعا اجتهاد بناء منفتح يأخذ بعين الاعتبار الشريعة الإسلامية التي نحن ننتمي إليها كبلد مغربي، وأيضا اتفاقية دولية، وأيضا تطور المجتمعي. لن أعود معك إلى نقطة تطرقت لها في بداية حديثك، كيف تقرؤون هذا الحرص الملكي على إحاطة تعديل مدونة الأسرة كما ذكرت بأكبر قدر من الضمانات وإشراك مختلف فئات الشعب؟ أنا أعتبر بأن هذه في إطار الحكمة الملكية التي تميز بها دائما وأبدا، وهي التي جعلتنا يعني نقفز في 2004 من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة. الآن بعد التطور الذي صار يعني جلالة الملك أصر على أن يكون هناك إشراك للجميع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تطور في أي مجتمع بلده يعني أصم أو لا يريد أن يسمع للآخر. تم الإنصات للجميع بجميع الشرائح، وهذه نقطة مهمة. وحتى يعني التوصيات يعني كان هناك يعني نحن كائتلاف 8 مارس من أجل قانون إطار التمييز، أو كائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، تم الإنصات إلينا وطرحنا طروحتنا، وهذا كان بالنسبة للجميع. حرصه على هذه المسألة لنصر للجميع، لنصرنا بالشارع حتى يكون التحكيم وحتى تكون القرارات مأخوذة من نبض المواطن الشارع وفي إطار إنصات المواطنات والمواطنين، لأنه همنا ليس من سيربح. الرابح الأكبر في هذه المدونة المقبلة 2024 هو الوطن، الرابح الأكبر هم النساء والرجال، هي الأسرة، والرابح الأكبر هم أبناؤنا. فنحن الآن نجسد أو نشرع لعشرين سنة مقبلة أو 24 سنة مقبلة، وبالتالي لابد أن نأخذ بعين الاعتبار التطور الذي عرفه المغرب، وأنه هناك كما جاء في الرسالة الملكية هناك بعض المقتضيات القانونية في مدونة الأسرة تجوزت أو لا تحترم، وبالتالي مثل تزويج الطفلات أو زواج قصير، مثل الولاية، مثل الحضانة، مثل قسم الممتلكات، مثل التعصيب. نعم. لابد أن تكون هناك مراجعة لهذه القوانين، وأيضا أن تكون على الصعيد الوطني مثل ما يقع في طنجة، مثل العيون، مثل وجدة، يعني الأحكام القضائية يجب أن تكون موحدة، لا يكون هناك اختلاف بين منطقة ومنطقة. رئيسة جمعية أيادي حرة، أشكرك على كل هذه المعطيات. شكرا لك سيدتي.